هذا اللقاء الجديد والمتجدد. طبعا نحن نقوم بسلسلة بهذه السلسلة للرد على كل ما من شأنه أن يمس بالثقافة الجزائرية، أن يمس بالكرامة الجزائرية وأي شيء يتعلق بالجزائر، لأنني دائما نقول لكم أنه هذا واجب كل مثقف جزائري أنه يقف ويسجل له موقف تجاه هذه المعركة اللي أكدنا في الكثير من المرات أنه الاعتداءات دائما تأتي من بوسبير، عمرها ما كانت الاعتداءات جاية من الجزائر. وهذا هذه أخلاقنا احنا كجزائريين، لأننا احنا عرفنا وجربنا ظلم، لأنه وقع ظلم على الجزائر وعلى الشعب الجزائري طيلة سنوات الاستعمار، سنوات الاحتلال وسنوات الجهاد. الجزائريين أيضا لما تعرضوا للظلم ما سكتوش وما كرداوش للعدو، من أول يوم لآخر يوم كانت الدماء تبذل من أجل استرجاع حرية وكرامة الجزائر. دروس في التاريخ موجودة ومحفوظة، لا يمكن نسيانها ولا يمكن محوها ولا حذفها، في حين أنه في مملكة بوسبير ما يتوفروش على أدنى قدر من الكرامة، لأنه الكرامة الآن يمكن لأي واحد أي عاقل أنه يميزها. أي واحد يقول لك هذا شعب عنده كرامة وهذا بلد عنده كرامة، هذه دولة عندها كرامة وهذا بلد ما عندوش كرامة، بلد مذلول. لما تشوف الشعب تاعه مذلول، لما تشوف الظروف المحيطة بالبلدين وكيف يواجهها كل بلد تقدر تعرف وين كاين الكرامة وين ما كانش الكرامة. احنا قرن 32 سنة وأبائنا وأجدادنا رفعوا راية الجهاد، والحمد لله الشواهد التاريخية موجودة، وحب ربي يفضحكم يا بوسبير يلي ما عندكمش تاريخ، يلي ما عندكمش أصل، يلي كنتوا عبارة عن إماراتين مراكش وفاس وحبيتوا بالسيف، رغم أن في الجميع أنكم تقولوا إمبراطورية. احنا ما نشعر في من خلقة الإمبراطورية، احنا نعرفوا كانت مراكش وكانت فاس قبائل متخلفة متناحرة فيما بينها. اللفتة الوحيدة في التاريخ اللي موجودة في هذه البقعة دارها عبد الكريم الخطابي وراح، دون ذلك بلد مفتوح لليهود، جاوا ليه من الأندلس نازحين هاربين اليهود، واليهود لما وصلوا تسيدوا وداروا لنفوسهم وجود وفرضوا رواحهم، في حين أنهم ما قدروش لما وصلوا للمغرب الأوسط أنهم يحقوا ولا شيء. عاشوا في المؤخرة وفي الخلف من الأخير، يعني اليهود عمرهم ما كانوا أسياد هنا في الجزائر، في أرض الجزائر، وإن شئتم أن تعودوا إلى غوار التاريخ سموها المغرب الأوسط إن شئتم، لكن اليهود لما وصلوا عندكم استوطنوا وعاشوا لأنهم لقوا بيئة مفتوحة هكذاك على البحري. الحاجة اللي خلتني يعني نفتح الموضوع، معليش أسامة يقدر يطلع هذا المنشور اللي كتبه محامي تاع بوسبير، محامي من بوسبير، وارفع بيا دعوة قضائية اللي حبيت، مراد الجواطي ولا هكذا من هذا الوجوطي، هذا نقيب المحامين تاعهم في بوسبير، قال بتكليف من وزارة الثقافة والشباب والاتصال قمت البارحة بتوجيه إنذار قضائي للممثل القانوني لشركة أديداس بمقرها الاجتماعي بألمانيا بخصوص استعمال أنماط للتراث الثقافي المغربي، وقال الزليج المغربي في تصاميم خاصة بقمصان رياضية مع نسبها لبلد آخر، حيث قمنا بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي واستخدامها في خارج سياقها، مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية. طيب يا كلب، ما دمت محامي ما سمعناكش، يعني ما درت والو مع السفارة الإسرائيلية اللي اغتصبت البنات المغربيات في مقر السفارة، ما رفعتش دعوة قضائية يعني وما تحركتش، وحركاتك الزليج
اللي هو الرسم على الرخام ولا مانيش عارف اللي هو السيراميك، حركك الرسم، استرجلت وليت راجل ورفدت روحك ورحت لألمانيا بتكليف، تكليف وزارة الثقافة والشباب، قالوا له روح اشكي بالجزائر راها سرقة الناس الليج. معليش حقكم، حقكم تشكو على ارواحكم، العدالة مفتوحة وابوابها مفتوحة للجميع، بصح ما تحركتوش، ما سمعناكمش في قضايا اهم واخطر. يعني انتم ما عندكم السيراميك هذا الكارلاج ولا وما يساويه، عندكم اغلى من شرف المغاربة. والله شيء يدعو إلى الحزن وإلى الألم، وحاجة تدعو إلى القرف والإشمئزاز. يعني الحكاية وما فيها على حسب ما فهمت أنا وتبعت في الأخبار، وخويا دمير أنا أعتقد أنه راح يدير بحث في هذا الموضوع تاع الزليج، وأنا متأكد أنه راح يظهر هو أيضا مسروق. أنتم ذوكا الكسكسي مروكي، القفطان، القفطان يعني اللي قدام ربي وعباده باين حاجه عثمانيه كما الزليج. انا نقول لكم الزليج دوروا دوروا ترجعوا تلقاوه عثماني، جاي من الحضاره العثمانيه، دوروا ترجعوا ليه حتى يعني ديروا كل البحوث تاعكم والجهود تاعكم، والله غير تلقاوه انتقل عبر عن طريق الدوله المارينيه من الجزائر البوسبير وسرقوه كالعاده. يعني هذه عادتهم، كما الكسكس جاي من اليمن وجاي من المشرق، موجود في المشرق، فات على الجزائر اللي هي أقرب إلى المشرق ثم راح للمغرب، قال لك تاعنا احنا بوسبير. بوسبير ذوك أي شيء، أي شيء يحاولوا ينسبوه لأنفسهم فقط عندهم هذيك العقدة اللي من المفروض أنا أدعو بلادي الجزائر أنها تترفع على هذا النوع من العقد. ناس ما ادهاش النيف على شرف مهدور، وادها من النيف على حركوا نقيب المحامين الكبير قاع في المحامين عندهم، قالوا له روح روح اجري راه مسرقونا الزليج. واش احنا الجزائريين واش داروا الزليج هذا وين داروه؟ ما نحكيش على المشور، قصر المشور هذا هو موجود في تلمسان، هاي النقوش هنا موجوده، الدنيا قاع راه الله يبارك سيراميك. انتم ما قلتوا الدوله العثمانيه ما لحقتناش، انتم تفتخروا انه تقولوا عليه من الاتراك وكراغله وهذا الكلام اللي كنت تقولوا، قلتوا ما لحقش عندنا، ما وصلكمش انتم، منين جاكم الزليج؟ منين طلع لكم؟ منين جابوا لكم اليهود من منين؟ ولو انني مانيش باحث في التاريخ وما نحبش نغوص في اغوار التاريخ وما نحبش نغلط في التاريخ، ولكن انا متاكد انه سياتيكم الرد كما جاتكم الردود والصفعات في كل المناسبات، لأنكم تمشوا مع الباطل، لأنكم أهل باطل، ما راكمش أهل حق. لو كنتم أهل حق والله ما توصلوا لهذا المواصيل، والله ما يعني عيب وعار وخزي وذل ومهانة، وش راح نزيدكم فوق هذه؟ يعني والله العظيم غير شيء مخجل. لاعبين تاعنا داروا لهم في البيجامة وقيلة تاع النوم، ماهيش الحاجة اللي يلعبوا بها، توني تاع قميص نتاع اللي يديروا به الاحماء ولا يرقدوا به بيجاما تاع رقاد، صموها لهم داروا لهم فيها هذاك النقوش هذيك اللي تجي في، دارتها اديداس شركه تاع رياضه تاع تصاميم ملابس وتصاميم رياضيه، دارتها في القمصان نتاع الجزائريين، المراركه غاضتهم. والله تعبير في مثل هذه المواقف لا يصلح الا التعابير لما تقدرش تجمع عليها العائله. وانا راه والله العظيم الكثير من الاصدقاء والكثير من المتابعين والمحبين قالوا لي يا ودي ما شد فمك، شد فمك شويه، رانا نتفرجوا فيك عائلات. بصح والله غير تستاهلوا كل الكلام القبيح والنابي، لانه هذاك مستواكم، ما راكمش المستوى تاع الناس اللي الواحد يجي خاطبكم. انتم رايحين للمونديال، رايحين للمونديال، هل هاو بالكرعين المعيز اللي عندكم يروحوكش، ما على الاقل ما يبهدلوكمش ما يرجعوش في الطياره الاولى اللي تديهم القطر، هل هاو بالرياضه ودربوا فريقكم وجداك انت البيجاما ثاني تبعها، ثاني الملابس الرياضيه ثاني تبع الكاسو نتاع اللاعب. والله توصلوا فينا، نعود نقول لكم في الكلام اللي والله ما يليق نقولوه. رايحين للمونديال، هل هو بالمونديال شوفوا اللاعبين تاعكم
واش كاين كرعين المعيز يعودوا ثاني يديروا لنا فضح قدام العالم ويلعبوا مع البرازيل ويلعبوا مع نشعف الدول اللي راه موجوده في كاس العالم راح يلعبوا معها. تبع انت في البيجاما اللي لابسها بالماضي ولابسها محرز ولابسها واش داك يعني سخافه وسقاطه وجياح غير مسبوق. عدنا والله اصبحنا نخجل، انا وليت نحشم كل ما نجي ندير عند راح ندير فيديو نحشم باش نحكي على هذا البوسبير هذه اللي ما حبوش يترباو. هذا موضوع تنوض عليه المحامي وديرها ديرها قضيه اعلاميه ونروحوا نشكوا باديداس ونروحوا يا. وهذا اللي دار الزليج هذا على دار والله ما فهمت انا اديداس على دارت هذا الهبال هذا والله غير موضوع. انا والله انا متاكد انه لو تفتح ملفات التاريخ انتم اللي خاسرين كما في كل مره تخسروا. انتم فقط هكذاك حضاره، رانا حضاره موجودين في قاع افريقيا من هيه عندكم حدود مع بلد واحد هو اصلا هو اللي سيدكم يعني موريتانيا عندكم من هيه وحابين بالسيف بلا هارون غير انتم ارباب المنطقه هنايا بالسيف انتم وانتم الجوع والفقر والدعاره والمخدرات والشرك بالله كاع المصايب عندكم كل المصايب تجملها تلقاها عندكم. والله راني نكذب درك نكذب ما كان الشرك بالله ظل ينطرقعوا للاضرحه والسحر والسحر هذا اللي راني درت عليه ملف ومن بعد والله غير سحبته. السحر وحده برك اللي راه موجود في بلادكم للعالم كامل يحكي على السحر في بوزبير. اعطوني كي نجي نحكي على تاريخكم نحكوا على السحر ومغاره دانيال والقريقري والسماطه والزبل اللي راه عندكم راكم لوثوا به الدنيا. وعلم نحكوا على المخدرات اللي ولحقتوا ديروها في الدرون وتبعثوها تبعثوها لاوروبا. اوروبا تشكي منكم حتى المخدرات غرقتوا اوروبا بها. ورا نحكوا على التطبيع اليهود اللي درتوهم انتم اسياد اللي هما اذلاء ما كانش بلد الا ودايرينهم اذلاء عندهم. انتم اليهود درتوهم اسياد وعطيتوهم منصب مستشار كذا وكذا ومن بعد درتو معاهم التطبيع وتعاونتوا معاهم على الفلسطينيين. على واش نحكوا واش نخلوا؟ ورا الملك اللي راكم ترقعوا له من دون الله ضربها بسكره ضربها بخطه والله ما وحط مع المروك ومع ابو سبير والله ما هو سامع بكم. ترفعوا له ليل نهار ترفعوا له ركوع وتوجدوا في هذاك المؤذن هذاك بنو باه يجي يشد لكم يجي يزيد يعفس عليكم يكمل اللي كان يزيد يكملها عاود انتم تستغلوا الفرصه كش ما ديروا ثوره كش ما تتحركوا اهبط اركع لبنو وجدوا رواحكم راكم ديروا في الاحماءات يلبسوا لكم لي توني هذوك تاع الزليج هذا والله ديروا الاحماءات باش توجدوا رواحكم للركوع لبنو. بلد في قاع الارض والله ما سامع بكم واحد قام حابين بالسيف والجزائر دايرينها هكذاك نصب اعينكم كل ما يتعلق راك في المونديال يا زبله يا اللي عمرك ما لعبت في تظاهره دوليه محترمه الها بالمونديال تاعك. نبعثوا المحامين كبير المحامين تاعهم يروح يشكي باديداس علاش دارت الزليج وقال تاع الجزائر هو بنته البارح كانوا يغتصبوا فيها في المكتب الاتصال في الدار البيضاء ما حركش شعره كلمه ما قالهاش. واليهود غاضم الحال اليهود اللي ارتكبوا الجريمه قالوا ارتكبناها قالوا ايه ارتكبناها واغتصبنا لهم بناتهم وعيطوا للوزاره الخارجيه تاع الكيان الصهيوني عيطت للسفير تاعها في بوزبير قالوا له عاود ادخل وعاقبوه وانتم قاعدين تتفرجوا. ما سمعنا بيان من الملك ما سمعنا صحافة تكلمت ما شفنا والو باردين. قالوا الزليج مغربي الكسكسي مغربي التبوريدة مغربية هما حمار ما ركبوش في حياتهم. التاريخ تاعكم ورا نكذبوا هنا ولا وين راه التاريخ تاعكم؟ عندكم واحد ركب فوق العود عندكم عبد الكريم الخطابي دارها وخدعتوه غدرتوه. الامير عبد القادر الفارس العظيم اللي دار ثوره كبيره كادت الثوره تاعو انه تحقق اهدافها حاصروا السلطان تاعكم من هيه وسلموا لفرنسا وعدتوا تعايرون به الان فرحانين يعني فرحانين بالخيانه تاعكم. ومن بعد قلتوا الفروسيه بوريده مروكيه والله العظيم جار السوء تبقوا جار سوء عينا. والله اليوم راني شاد روحي مانيش حاب نقول كلمه مش مليحه هاك ولا هاك. انا نختم الجلسه قدامنا نقولها نتلاقاو ان شاء الله في الغد وبث مباشر جديد. الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.